معاكم باخر اخبار فريقنا النادي الاهلي اللي هيواصل النهارده تدريباته على ملعب مختار التتش، وكمان هيجري مسحه طبيه استعدادا لمواجهه مهمه جدا كلنا مستنيينها، وطبعا الاهلي بيستعد لها بمنتهى القوه، وهي مواجهه الاهلي والترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي بنقول يا رب ان شاء الله يعني يرجعوا باذن الرحمن من تونس سالمين غانمين باذن الله. الفريق النهارده هيواصل تدريباته، لكن بكره الاثنين هيكون راحه سلبيه حسب ما قرر الجهاز الفني، ان هم هيدوا للعيبه راحه سلبيه من التدريبات في اطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لمواجهه الترجي التونسي. طيب